حديث الأولويات في العامرية، والصناعة ترتقي قمة الأولويات، والبتروكيماويات تحتل مكانا متقدما. قبل 1/8/2021 كانت هذه صورة شركة البتروكيماويات. 20 مارس 2022 هذه هي الصورة مجسمة، صورة شركة كانت في طور التصفية والإغلاق. 850 مليون جنيه استثمارات جديدة أحيت هذه الشركة بعد موات. نظرة من شركة البتروكيماويات في العامرية. احنا واقفين في حوض مياه بتاع ايه؟ دي حضرتك احدى مراحل معالجة المياه اللي بناخدها من درعة النبارية، وبنعيد تكريرها عشان نوصلها لدرجة من التناسب مع المياه اللازمة لعمليات التصفية. يعني انت جايب المياه دي من درعة النبارية؟ لا، عندنا خزنها، هو مأخذ درعة النبارية بيخش بوحدة معالجة مياه مصنع عملاق زي ما حضرتك شايف، بتمر بعدة مراحل. دي مرحلة الأولية اللي فيها اللي بيحصل فيها ترويج وتنقية المياه من الشوائب والمواد العالقة في المياه، عشان بعد كده نمد بيها المصانع اللازمة لعمليات التصنيع. بتمد كم مصنع بقى؟ بنمد كل 5 مصانع اللي عندنا، اللي هو مصنع البي سي ام، مصنع الكلور، مصنع البي بي سي، محطة الباور ستيشن، وبندخلها في وحدة الفلترة الجديدة. وحدة الفلترة الجديدة دي برضو بتفلتر المية، بتمد المصانع بالمية المفلترة. وفي خطة نتيجة توجيهات السيد معالي الوزير ان احنا نمد المصانع الشقيقة برضو بالمية المفلترة. دي خطة ان احنا نعمل توسع ونتحول من مصنع خدمي الى مصنع انتاجي. يعني واحنا جاري مصنع المية ده ومصنع انتاجي. لو الشركات الشقيقة احتاجت منا مية مفلترة، مية ديمورايزد ووتر، ممكن نساعدها في هذا الامر. انت بتشتغل هنا بقالك قد ايه؟ انا بشتغل بقالي 34 سنة. السنة الاخرانية اخبار ايه معاك؟ لا، السنة الأخرانية دي تعتبر طفرة بالنسبة لنا. البتروكيماويات شهدت تطور غير طبيعي ما شفناهوش في فترة حياتي هنا في البتروكيماويات. يعني أنا بعتبرها أنها بداية جديدة للبتروكيماويات، زي ما دخلت المصنع سنة 87 أنا بعتبرها المصنع جديد من عزيره. يعني حاجات حصل تطوير غير طبيعي، نظرة مستقبلية إن إحنا نعمل تطوير وإنتاج ونزود الإنتاج بخطط إنتاجية. لا، حاجة صراحة رائعة يعني. الشغل هنا ورديات؟ ورديات 12 ساعة، من 7 الصبح ل 7 مساء، ومن 7 مساء ل 7 الصبح. ايه شغالين 24 ساعة. يعني انت بتحمل 24 ساعة؟ لا، التحميل هنا بيبقى كل يوم لغاية الساعة 2، بس طبعا دلوقتي مع كمية الضغط السوق احنا يوميا بنوصل للساعة 7 تقريبا عشان اكفي العربيات اللي يعني انت بتلف في السوق. شغال؟ شغال على طول، شغالين على طول. تطلع وتطلع كم نقلة من دي في اليوم؟ تقريبا متوسط حوالي 12 عربية 14 عربية، بتاخد حوالي 20 طن 22 طن يوميا. يوميا العربية بتاخد 22 انت بتعمل 22 باليتا. بتعمل تقريبا 12 عربية 14 عربية ده اقل حاجة، يعني اقل كمية. ده سقف كويس يعني. سقف كويس قوي. احنا كان الاول لا ممكن 4 عربيات 5 عربيات، دلوقتي وصلنا 12 و14 و16 على حسب طبعا حاجة السوق، وهم عايزين ينقلوها لفين. او طبعا لو حياة كريمة بتتنقلها بسرعة الكميات، فبنحاول نعوض الكميات دي كلها للشغل. كويس بتاع. كويس جدا. انت بتخرج من هنا كم طن تقريبا؟ حوالي 500 طن تقريبا في السنة. بقى في السنة حوالي كان 80، السنة دي السنة الجاية هيبقى 120 ان شاء الله. وبعد كده عايزين نوصلها ان شاء الله بالدعم بتاع سيادة الرئيس والوزير والمهندس احمد، ان شاء الله عايزين نوصل 240 الف طن في السنة. 240 الف طن في السنة يعني ايه؟ يعني الكمية ده احتياجات السوق. احتياجات السوق فعلا احنا محتاجين حوالي 500 الف طن في السنة. ياه. 500 الف طن في السنة. احنا دلوقتي بننتجنا حوالي 300 الف بالعافية. فاحنا بنحاول دلوقتي نقفلوا المنطقة، نقفل المنطقة بتاع دي. احنا نستورد استيراد، يعني عملة صعبة، يعني استهلاكات استنزاف للموارد بتاعتنا. فاحنا هنا دي بالموارد المحلية بتاعتنا كلها ابتدينا ننتج الكميات دي. انت عايز توصل ل 240 طن ان شاء الله؟ يعني توصل لنص احتياجات مصر. نص احتياجات مصر يعني دلوقتي انت بتنتج ربع احتياجات مصر. انت عايز توصل للنص ان شاء الله من شركة واحدة ان شاء الله. ربنا يسهل. ده انتوا يعني نفسكم لا تمام ان شاء الله.
انت يعني بتفرح لما ده يخرج كده؟ اكيد يعني انا ده لو اقول لك ان هو بيوصله البيت عندي مش هيفرح بيهم كده والله فعلا حقيقي. لا فرحتنا بتبقى كبيره ان المنتج بالنهاية اي عربيه بتطلع بنحس ان احنا بناخد مرتبات زياده بحس بكده حاسس ان في مكافاه نفسيه انا نفسيه مكافاه معنويه اي عربيه بلاقي بدل مرحله الاحباط والتحبيط ما انت شفته يوم صعب عايزين نقول من سنه كده كان الوضع صح. اسوأ مما تخيل الناس لا كانت كسره نفس جدا يعني لما تلاقي عربيتين زي ما اقول لحضرتك ثلاث عربيات اربع عربيات كل يوم النهارده بقى معنويات عاليه والنشاط والحق يا ولد واشتغل يا ولد وروح وتعالى بالظبط انا شايف الناس بتتحرك بحماس شديد طبعا ما هو زي ما قلت لحضرتك يعني كل واحد بيتعامل ان دي حاجه لبيته حاجه هو فرحان بيها انت حاسس ان ده مروح البيت بالظبط يعني لو مروح دول مروح البيت مش هبقى سعيد بالسعاده اللي انا فيها حاجه الدنيا حر شويه الدنيا حر ما هو الطبيعي ان درجه الحراره هنا بتاعت الخلايا بتبقى 88 درجه 88 80 درجه درجه الخليه نفسها دي عشان يتم التحليل الكهربي لازم تكون درجه الحراره كده لو درجه الحراره قليله جدا معناها فقد في الطاقه فقد في الطاقه لان في علاقه بين درجه الحراره والكهرباء كل ما كانت درجة الحرارة عالية بتاعت الالكترولايزر كل ما الكونسبشن بتاع الطاقة بتاعها يكون أقل بس أنا ملاحظ كمان في طاقة زيادة شوية يعني في طاقة مغناطيسية شوية زيادة لا هنا بالنسبة للباي بولر عموما المغناطيس بيبقى أقل كتير جدا من المور بولر لأن كل الالكترولايزر لوحده عبارة توصيل الأقطاب توصيل على التوالي ان انا بوصل القطب السالب في اول واحد والقطب الموجب والاقطاب نفسها هي اللي بتوصل الكهرباء لبعض عظيم احنا هنا فينا حته دلوقتي بقى احنا هنا وصفها ايه احنا فين ده هنا بين الاثنين الكترولايزر اللي هو ايه احنا فين اللي هو نعتبر المجال اللي بين الاثنين في مبنى خلايا التحليل الكهرباء ايوه ده موقع ايه من الاعراف في مصنع الكلور ده قلب المصنع احنا في قلب المصنع قلب المصنع يعني ايه قلب المصنع قلب المصنع اللي هو المين تارجت ان انا ده اللي بيطلع لي الكلور اللي بيروح الفي سي ام والصودا الكوي الانتاج بيتم من هنا طبعا الانتاج عشان يتم من هنا في داون ستريم اللي هو بنسميه اللي دوره محلول الملح اللي هي الماده الخام الرئيسيه اللي بتحصل لها معالجه كيماويه معينه بحيث ان الملح اللي داخل بيكون الترا بيور يعني ايه الترا بيور يعني نسبة الشوائب اللي فيه تكاد تكون يعني 2% بي بي ام 2% جزء في المليون الشوائب الرئيسية اللي هي الكالسيوم والمغنيسيوم في محلول الملح اللي بيأثر على العملية التشغيلية وكفاءة التحليل الكهرباء حضرتك كده بيدخل المحلول هنا محلول بيدخل في من هنا من تحت لكل مديول بيخش الـ 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 الكمية بتاعته على حسب التيار اللي موجود كويس يعني كل تيار له فلوريت معين من المحلول كويس أو. المحلول بيخش محلول الصوديوم كلورايد بتركيز 300 جرام بالليتر 300 جرام بالليتر بمجرد ما يخش على القطب الموجب بيحصل له عملية تحليل كهربي نقول تحليل كهربي انت عارف حضرتك الصوديوم كلورايد يعني فيه ايون صوديوم وكلور اللي بيحصل مجرد فصل لعملية أيون الصوديوم في غشاء أيوني بين القطب الموجب والقطب السالب الغشاء ده وظيفته أن يسمح بمرور أيونات الصوديوم فقط تقبل حضرتك فبيطلع غاز الكلور كغاز وأيون الصوديوم بيمر الناحية السالبة بتاعة القطب تقبل حضرتك بيلاقي فيه أنا بدخل صودا مخففة بتتحلل للأيون لو اتش و الهيدروجين بيطلع الهيدروجين كغاز والاو اتش بتاخد ايون الصوديوم بيكون الصوديوم هيدروكسيد يبقى هنا في هنا حاجتين اتكون هنا في الناحيه دي يعتبر الناحيه الموجبه بتاعه الخليه يبقى اللي بيطلع هنا كلور مع محلول راجع يعني ايه محلول راجع انا بدخل هنا التركيز 300 جرام باللتر بيتحلله 70 ويرجع 220 كويس هنا كلور هنا كلور وهنا وهنا الصودا الجنب الثاني بتاع الخليه كويس انت طاقتك الانتاجيه قد ايه طاقه الانتاجيه هنا في السنه 75 الف طن صودا ك 100% و 68 الف طن كلور بالنسبه للصودا الكاويه هنا التركيز بيطلع 32% عند وحده تركيز برفعها ل 50% المصنع ده عمره قد ايه هنا من 2000 ان بدينا المصنع في 2017 لا المصنع الحديث الحديث 2017 ابتدينا فيه في سنه 2020 شغلناه شغلته التسجيل ده كانت استثماراته قد ايه المصنع ده كان نص مليار
نص مليار، نص مليار جنيه عشان تعمل طاقة انتاجية قد ايه؟ 75,000 طن صودا. ده يساوي قد ايه من احتياجات مصر؟ دي يعني احنا طبعا تعرف حضرتك يعني بالنسبة لي في اربع مصانع في مصر بالنسبة صودا كاوية، بتر كيماويات، مصر كيماويات، ابو رواش طبعا حضرتك عارف، وفي سان مار في بورسعيد. فاحنا الطاقة بتاعتنا تعتبر ربع الانتاج. ربع الانتاج. وبالنسبة للكلور زيه زيه، انت تقريبا هنا ربع الانتاج تاني. بس انا الكلور كله هنا نختلف عن اي مصنع كلور تاني، ان انا كله باخده علشان اللي يعتبر الماده الخام بتاعه الفي سي ام، عشان اطلع منه البودره اللي هي البي في سي اللي هي المين تارجت بتاعي، ان انا اطلع بولي فينايل كلورايد. عايزين عينه نتشيك على العينه بتاعه الصوره اللي عندي من الخلايا عشان انا شاكك في التركيز يكون قليل، وطبعا التركيز لو قال لي يعمل لنا مشكله اكيد طبعا. فانا عايز تشيك حراره، هشوف الحراره، تشوف لي الهيدرومتر بتاعها، هشوف التركيز كام، وبعد كده نوديها المعمل عايز كومبليت اناليسز ليها. اوكي تمام. يعني عايز اشوف الصوديوم كلورايد في كوستيك صودا عشان نشوف الافشنسي بتاعه الالكترولايزر. تمام. عايز اشوف نسبه النيكل، عايز اشوف نسبه الايرن موجوده فيها ولا لا. اوكي ماشي. دلوقتي كده اشوف لي العينه دي كده كام حراره، كام محمد؟ حراره 76 76 132 هيدرومتر 31.01. شوف التارجت بتاعها. تمام كده في التارجت. تمام يا كده تمام. طب انا عايز كده العينه دي اخدها كومبليت اناليسيس في المعمل. تمام. لو سمحت هات لي بوتل من المعمل عشان تاخد فيها نفس العينه. العينة. تمام. تمام تمام ماشي. تمام يا باشمهندس. عايز بس اتاكد من نقاوه الصودا اللي بتطلعها التوتال خلايا، مفيش اي امبيورتس خالص. احنا فين دلوقتي؟ احنا كنترول في سي ام، تشغيل مصنع في سي ام اللي هو الفينال كلورايد مونومر ده الوحده الاوليه. ده مصنع متوسط، مصنع اي كلور والبي في سي. ده المصنع الكور بتاع شركة بتركمويات. ده مصنع الفينال كلورايد مونومر اللي بينتج، بياخد الكلور من مصنع الكلور وبينتج الفينال كلورايد مونومر وبنخزنه ونوديه مصنع البي في سي. ايه البي سي ده بقى؟ البي في سي ده البولي فينال كلورايد، ده مادة الباودر بلاستيك، مادة تدخل في صناعات الريتنجات اللي هي مواسير الصرف الصناعي، مواسير الغاز، بيدخل في صناعات كتيره قوي، الكاوتش، صناعه البودي بتاع التلفزيونات، ليه صناعات كتيره قوي متعدده، عشان كده هو مطلوب دلوقتي. ده اول صناعه له هنا في مصر؟ البتروكيماويات المصريه من اقدم الشركات واول شركات في الشرق الاوسط. بتكلم على البي سي اللي هو البي سي ده. البي في سي هل ده اول مصنع في اسكندريه؟ اول مصنع يشتغل في هذا السياق. اول مصنع ليس مالوش سابق قبل كده. لا مالوش سابق. مالوش سابق قبل كده. لا. انتاجه قد ايه تقريبا؟ انتاجه 100,000 طن، وبعد التجديدات ان شاء الله 125,000 طن في السنه. ده يساوي قد ايه من احتياج مصر؟ ده يساوي حوالي 10% من احتياجات مصر. 10% ماشي. ده كان بيستورد؟ كل ده كان بيستورد. ده كان بيستورد، والحمد لله احنا بنغطي دلوقتي السوق المحلي، والجوده بتاعتنا اعلى من اي مصانع تانية قطاع خاص زي السمار الموجوده في بورسعيد. انتاج شركه البتروكيماويات المصريه كواليتي عاليه جدا جدا. كويس جدا جدا جدا. انت ما شهادات ايزو لغايه 5000 واحد اللي هنا اللي انت بتسال، كنت بتسال زملاتك على ايه؟ بسأل على التشغيل او بتطمن على ايه؟ بتطمن على التشغيل اليومي لمصنع الفي سي ام والخطوات التشغيليه بتاعتي والانتاج والكواليتي، ولو في مشاكل مقابلاهم. ايه طبيعه المشاكل اللي بتقابلك هنا؟ هو الحمد لله المشاكل اللي بتقابلني كانت توقفات عديده. المصنع كان متقادم جدا السنين في المصنع نفسه كان متقادم جدا جدا 34 سنه. انتج سنه 1987. هو اصلا شركه تويو يابانيه. المصنع ده الفي سي ام الصناعه بتاعته صعبه جدا، في كروز صنف عالي جدا، التآكل بيبقى موجود، بتعامل مع ليكويد وبتعامل مع اس ال، ده بيسبب تآكل كتير جدا. فهو قعدنا 34 سنه المصنع تهالك جدا، كان توقفاته اكتر من ايام تشغيله. فالانتاجيه كانت ما بنحققش الخطه اغلب السنين بتاعتنا. تعليمات الوزاره والهيئه
والشركة القابضة، وبمساعدة قيادات الشركة تم تجديد والتعاون مع 4 شركات بتروجيت، بترومنت، صن مصر، غاز مصر. تم إن شاء الله والحمد لله تم تغيير كل الستيل ستراكشر، كل البايبنج، تم الحمد لله القضاء على كل توقفات استمرارية التشغيل. احنا شغالين من ساعة ما شغلنا التشغيل التجريبي للنيو دي سي كراكر الجديد، دلوقتي احنا شغالين شهر 7، محققنا النصف الخطة النصف السنوية اللي احنا اصلا معادنا خلصها 31/12. احنا حاليا دلوقتي حققنا نصف الخطة، تم الحمد لله، والتشغيل مستمر واستدامة موجودة. والإحلال والتجديد ده هي دي نظرية التنمية المستدامة لنا وللأجيال اللي بعد كده. مثلا قعد 34 سنة ممكن يقعد 34 سنة تانيين. فيها فاير ليست اللي هي الفليم ليست يعني، فدي حاجة جديدة على التكنولوجي، ان احنا ما عندناش هيدرو كاربونز اساسا، وبالتالي احنا ما بنطلعش كاربون مونوكسايد غير اقل ما يمكن. ده محطة الكهرباء، احنا هنا الشركة هنا مسؤولة عن توريد الكهرباء للشركة نفسها، توليد للشركة وللشركات الشقيقة كنوع من انواع التكامل اللي بتنتهج زي المية برضو، زي المية اللي عندكم بالظبط كده. هي احنا الموضوع تكاملي بحت، احنا بندي الكهرباء لسيدبك وجاسكو، وبناخده من جاسكو سي 2 سي 3 بيروح لسيدبك، وسيدبك بتدينا الاسيدين. مهندس الكل بيتكلم ان 2022 دي هنا كانت يعني فقل حسن ونقله، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان احنا يعني اولا كان في دعم غير مسبوق من معالي الوزير ومن الهيئه للشركه، اثمرت ان احنا من اول 9 او من 8 2021 لغايه 3 كنا في مرحله تطوير شامل وبنى يعتبر شركه جديده تماما. استثمارات قد ايه؟ احنا دخلنا في حوالي 850 مليون. مليون بالظبط. في تطوير، ولكن بسم الله ما شاء الله يعني مش مبالغه، احنا قدرنا ان احنا في اخر ربع احنا عرفنا نشغل الشركه اللي كان مخطط لها انها تقعد على الاقل سنه كامله في عمليه التطوير والتجديد، الا ان احنا نجحنا في اقل من 3/4 السنه، يعني في ربع بحاله اشتغلناه بثبات، وقبليه ربع كنا مشتغلين بطاقه تقريبا 60-70%. فنجحنا الحمد لله في تعويض حتى اللي تم صرفه، يعني عوضنا منه ما لا يقل عن، مش هتصدق الرقم، هو احنا عوضنا حوالي ما يعادل 400 مليون من اللي اتصرف من الاستثمار ال 850 بالظبط. انا عايز اقول لحضرتك في نص سنه، في ربع سنه يعني. بس كانت الاسعار طبعا احنا بيتوقف معانا جدا، كنا محظوظين قوي ان كل الاسعار بتاعه البتروكيميكال في الوقت ده كانت غاليه شويه. فاحنا خلال عملت ربحيه يعني اللي هي تعتبر خلال 5 شهور يعني او 9 شهور. انا المفاجاه بالنسبه لي ان شركه زي دي كانت مرشحه للتصفيه. بالظبط، هي لغايه ما بدانا كانت مرشحه للتصفيه. ايه اللي حصل يعني؟ ازاي في 2017 ازاي المناخ ده اتغير؟ مناخ التصفيه هي اولا يعني مش مبالغه، اللي حصل ان احنا حسينا ان احنا في مهمه، زي تعرف الشعب المصري عموما، فما بالك كمان برجال البترول، اول ما يحسوا انه في خطر او في تشالنج عليهم فبيبقوا قديه ويقدوه افضل ما يمكن. تحدي، فده التحدي بالظبط. فالتحدي اللي احنا خدناه والنجاح اللي كان كل شهر اللي ماشي بيحس ان هو حقق وقرب يوصل للنهايه، خلتنا ان احنا نتسارع في ان احنا يتسارع الوقت ان احنا ازاي نخلص. كنا بنقعد لغايه الساعه 11 و12 بنعمل مناقصات عن طريق الفيديو كولز، عن طريق ان انت بتعمل مناقصات، فده كان نقله قويه جدا. قدرنا ان احنا فعلا بالدعم الغير مسبوق اللي انا بكلم حضرتك عليه ان احنا ننجح. جت زياره معالي الوزير في شهر مايو، كانت عملت طفره اضافيه على الشركه وعلى الروح المعنويه، وبلغكم توجيهات السيد الرئيس والدنيا. لو اتكلمنا عن الروح المعنويه حدث ولا حرج. انت واخد يعني احنا مستلمين اللي يعني جيت كان في احساس كده ان الشركه هتقفل، وفي يعني روح احباطيه او ياس شويه. بمجرد ان الشركه بدات تظهر والكلام اللي اتقال واحساس الناس بالمكان والتطور اللي حضرتك شايفه، يعني احنا عندنا الصور القديمه تتوضح لحضرتك قد ايه. انا عندي سؤال، الطاقه العماليه قد ايه عندك؟ حاليا بقت حوالي 1600 تبع الشركه، وحوالي 700 عماله مورده غير مباشره. غير مباشره بالضبط. غير مباشره كويس. زراعه على الشركه كبيره جدا طبعا زي ما حضرتك معنويا انتقلوا نقله تاني.
تماما تماما يا فندم. يعني دي اكتر حاجه انا شايف ان المكسب الرئيسي في الموضوع هو مكسب العامل المصري او المهندس المصري اللي مشغلين هنا انهم حابب انه يشتغل. الرهانات على قطاع البتروكيماويات لماذا؟ يعني انا الوزير مهتم، القياده السياسيه مهتمه، بيتكلموا عن صادرات، عن ترشيد واردات، يعني مثلا الصودا، الكلور، كل ده كان بيستورد بالظبط. لا انا هقول لحضرتك، هي صناعه البتروكيماويات بنسميها صناعه القيمه المضافه. كويس. انك انت تصدر غاز غير لما تصنع من الغاز ده اللي هو صناعه البتروكيماويات. بس صناعه البتروكيماويات مش اي غاز، في غاز، الغاز بينقسم قسمين، غاز اللي بنسميه اللين جاز والريتش جاز. احنا بناخده الصناعات اللي الغاز اللي بيصنع يدفعها في الصناعه اللي هو الريتش جاز سي 2 سي 3. الصناعه البتروكيماويات بتهتم بقى من سي 2 سي 3 ده، واللي بيها بتزيد قيمه مينيمم، بنتكلم في 10 اضعاف القيمه العاديه. يعني لو ده على الاقل، يعني لو وحده الغاز مثلا ب 6 يورو مثلا، أيوة. انت بتتكلم في 60 يورو بالظبط، وده حقيقه واقعه. احنا بنتكلم في قيمه مضافه، ده زائد انك انت بتوفر بانك انت خليت الصناعه بتاعت البتروكيميكالز الماده اللي هي بنسميها انترميديت، لان في الاند يود اللي هو اخر التصنيع النهائي، ده بيستفاد منه بقى الشركات. فانت يعني انك انت توفر العمله الصعبه. امتى دخلت فكره التصنيع عندكم في البتروكيماويات بالشكل ده؟ يعني امتى تصل للمنتج النهائي؟ ده واضح انها قريبه. جدا. احنا بنطلع المنتج بتاعنا وتخصصنا، يعني احنا بهتمينا حتى في الفتره الاخيره بمشروعات اللي بتتبناها الدوله، لان هي الاهم واللي توفر معانا العمله الصعبه. بمعنى اهمها ان هي المشروعين الكبار، سواء كان العاصمه الاداريه سواء كانت الحياه كريمه، المشروعات دي بتحتاج، احنا البي في سي اللي بنطلعه، احنا هنا بنطلع منتج البوليفينايل كلورايد اللي هو مشهور باسم البي في سي. البي في سي ده كذا جريدز، اهمهم جريد كي 67. الكي 67 ده بيستخدم في تصنيع المواسير، المواسير اللي بتخش في كل حاجه واللي بتعتمد عليها اعتماد كل كنت انت بتستورده، فبالتالي كنا بنستورده. احنا دلوقتي خلاص، دلوقتي توجهنا لللوكال ماركتنج اللي هو السوق المحلي، وان السوق المحلي بقى قادر على ان هو يسد جزء من الفراغ اللي كان موجود، وبالتالي توفير غير مباشر للعمله صعب. زائد ان الصناعه هنا كبي بي سي بيدخل فيها بقى ان انا بطلع الكوستك سودا اللي هو الصودا الكاويه اللي بتخش بقى في الصناعات حدث ولا حرج، في صناعه النسيج وكل الصناعات اللي حضرتك يعني تسمع، هي الصودا الكاويه دي بيدخل فيها كانت بتستورد، يا اما الاتعاد كانت بتستورد بالظبط. احنا الحمد لله قدرنا انت بتغطي قد ايه من السوق؟ احنا في الصودا الكاويه بالذات كنا ممكن ندخل في ما لا يقل عن 30% 40%، ومن من المنتجات البي بي سي احنا تقريبا بنوصل ل 20%، ولكن 20% كان لغايه الوقت الراهن. احنا دلوقتي عندنا مشاريع اللي هو عمليه ان احنا نزيد بقى الانتاجيه بتاعتنا، الكباستي بتاعتنا، اضفنا مفاعل خامس، وفي اتجاهنا ان احنا نضيف مفاعل سادس، كل مفاعل ب 20,000 اضافه. احنا بننتج حاليا 80,000، في اخر ربع ان شاء الله من السنه دي هنوصل لل 100,000، خلال السنه الجايه ان شاء الله اللي هي تبقى 23، بس في نصها الثاني ان شاء الله هنكون وصلنا لل 120,000. في نفس الوقت ده في دراسه كامله، والحمد لله الفيزابيلتي ستادي او دراسه الجدوى بتاعتها اثبتت نجاحها، عن خط كامل جديد ينتج لوحده 120، عشان ترتفع الطاقه ان شاء الله الانتاجيه بتاعت الشركه هنا ل 240، بعد ما فضلت 80,000 طن من 87 الى 2022. ده يترجم ايه؟ يقول ايه؟ يقول لك ده قد ايه، قد ايه الدوله مهتمه بالصناعات، وقد ايه مهتمه بالصناعه اللي داخله في اللي هي توفر العمله الصعبه سواء كان دولار او يورو، واضافه للصناعات وخدمه المصانع المحليه، ما تتاثرش، عشان كل ده في محاوله انك تبعد عن التعثر بالبيئه المحيطه او الخلافات اللي زي حضرتك بقى بتتفاجئ كده بالحروب اللي بتشب فجاه وبتبقى طويله المدى. احنا بنحاول اكتفاء حاليا ان هي تروح للاكتفاء الذاتي. انا عارف ان في 850 مليون جنيه استثمارات جديده في المصنع، شكل الاستثمار وشكل الخطه الجديده ايه؟ هو بالنسبه لسيادتك، بالنسبه للخطه الاستثماريه للشركه كانت مبنيه على جزئين، جزء خاص بالاحلال والتجديد، وجزء بزياده الطاقه الانتاجيه لوحدات الشركه المختلفه، منهم مصنع الكلور وانتاج الصودا الكاويه، ومصنع انتاج البي سي ام، يعتبر المركب الوسيط لانتاج ماده البي في سي في مصنع البي في سي.
بالاضافه لعمليه احلال والتجديد للوحدات الخدميه عليهم من مصنع المرافق ومحطه الكهرباء. شمت خطه الاحلال والتجديد صيانه لكل المعدات وريبير لها مع تغيير لبعض المعدات الاستاتيكيه ومعدات الدواره للوصول بالطاقه الانتاجيه لاعلى كفاءه وتحقيق مبدا الاستدامه. وده من نابع خطه الدوله في 2030 او رؤيه مستقبليه لفخامه الرئيس والدوله خطه 2030 اللي بتعتمد على الكفاءه والاستدامه. وكان من ضمن الخطه ان احنا نقوم مشاريع بالاحلال والتجديد مصنع الكلور، خلايا حديد القطب لاستبدالها بخلايا ثنائيه القطب، وده كان مبني على توفير الطاقه المستخدمه في انتاج الكلور بما يعادل 25% من الطاقه اللي كانت مستهلكه. الطاقه الكهربائيه. الطاقه الكهربائيه. يعني في توفير ده مردود في وفر كهربائي 25%. بالظبط، ده بالنسبه لخلايا ثنائيه القطب اللي عملها الاحلال والتجديد. مع امكانيه زياده التوسعات بتاعتها ل 150% من الطاقه الحاليه مع رؤيه مستقبليه لتوسعات الشركه في المرحله اللي جايه. بالنسبه للمصنع ده بالاضافه للخلايا ثنائيه القطب. بالاضافه لاحلال وتجديد وحده التركيز والصودا الكاويه ووصول بالطاقه الانتاجيه بتاعتها ل 150%. دي الوحده دي بتقوم على تركيز الصودا من تركيز 32% لتركيز 50% لتغطيه السوق المحلي وطلب المتزايد على الصودا الكاويه والتصدير الفائض منها وتوفير العمله والنقد الاجنبي. كويس جدا جدا. وده في ظل قدره الدوله لتقليل الاستيراد بقدر الامكان والاعتماد على المنتج المحلي. كويس قوي. مستقبليا انت عملت استثمارات 850 مليون جنيه. ازاي هتقدر تستردها في هذا السياق؟ هو نتيجه دراسه الجدوى بيتم استرداد المصروف اللي اتصرف هو دراسه الاي ار ار او دراسه القيمه المسترده من المشروع لا تتعدى من سنتين لاربع سنين على اقصى تقدير. يعني قيمه الفلوس اللي صرفناها هترجع لنا في خلال سنتين لثلاثه. وده بيعتمد على حجم الطلب في السوق. واحنا منتجنا مصنع الكاويه والبي بي سي اي طلب متزايد. كويس جدا. وله دور فعال جدا في تنفيذ خطه الدوله في مشاريع التعمير سواء حياه كريمه او الانشاءات اللي الدوله بتعملها. ان لما جيت هنا كان عندي معلومات ان هذا المصنع او يعني اوشك ان يغلق ابوابه. وان التصفيه كانت هتطول هذا المصنع. ده قول حقيقه. حقيقي. المصنع فعلا كان وصل من نسبه الخضور العاليه جدا. عمليه حلو التجديد فيه كانت ضعيفه جدا. فبفضل معالي الوزير وتابعته المهندس طارق المولى لشركات القطاع العام بصفه خاصه ان يضخ فيها استثمارات ان يقومها تاني على حيلها وتبقى تدفع بصوره كويسه جدا في عجله الاقتصاد القومي. وكان الغرض ان احنا نطلع منتج نغطي جزء من السوق المحلي لتوفير النقد الاجنبي بخروجه وفي نفس الوقت نصدر ودخول عمله اجنبيه تدعم عجله الاقتصاد القومي. يعني السحر هنا هو المنتج ده. ده يعتبر زياده القيمه المضافه للغاز الطبيعي اللي موجود ان احنا نعمله منتجات بتروكيماويات اللي هو اسمه المنتج اللي انتم متميزين البولي فاينال كلورايد. وده بشهاده كل المستثمرين اللي بياخدوا اختصارا اسمه ايه؟ بولي فاينال كلورايد اختصارا بي بي سي. بي في سي. ده يعني مركب مهم جدا جدا والطلب عليه. يعني الطاقه الاستيعابيه للسوق مستوعب من 600 ل 800 الف طن. اللي بينتج دلوقتي حاليا في السوق لا يتعدى 300 الف طن. يعني عندك 300 الف طن عندك فرص. عندي فرص ان انا استثمر فيهم وازود الطاقه الانتاجيه بتاعتي لتغطيه السوق المحلي وتصدير الفوائد منه. عندك خطط استثماريه في المستقبل القريب؟ بالتاكيد. من ضمن خطط الشركه التوسعات في الطاقه الانتاجيه، وحاليا تم الانتهاء من الدراسه زياده ضيافه خط انتاج جديد لماده البي بي سي وطاقه انتاجيه 120 الف طن للوصول باجمالي الطاقه الانتاجيه 240 الف طن. استثمارات الخط الجديد قد ايه؟ ما تعادل من 350 مليون دولار ل 400 مليون دولار. ده قيمه تقديريه مبدئيه. تقديريه مبدئيه. تقديريه. الحقيقه بقى برضه في اطار الاهتمام بالبيئه الوضع ايه؟ ده كان يعني خطه الحلو والتجديد والتوسعات كانت مبنيه على محورين اساسيتين. اول حاجه عامل الامن الصناعي والسيفتي ومعالي الوزير دول اتنين خاص بيه جدا، وعامل البيئه وتقليل الانبعاثات الكربونيه وتقليل المخلفات اللي ممكن تاثر على صحه البني ادم والعامل اللي موجود شغال داخل المكان نفسه، بالاضافه لتوفير الطاقه. اشتغلنا على الجزئين دول وده نتج ثماره. عمليه التوفير في الطاقه نتجت باينه جدا في تحقيق الخطه الانتاجيه الخاصه بالربع الاولاني من العام المالي بتاعنا. توفير بما يعادل 25% من اللي كان مستهلك قبل كده، بالاضافه للانبعاثات ومحادات المعالجه او لها اهتمام عالي جدا في خطه حلو التجديد وتعمل حاليا بكفاءه عاليه جدا. دي وحدات معالجه الصرف الصناعي برده من ضمن مراحل حلو التجديد. ودي اللي احنا قولناها اهتمام جامد جدا 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 في الفتره اللي من ضمن مشروعاتنا المستقبليه، لدرجه ان احنا في الفتره الاخيره تم التعاقد مع البنك الاهلي ووزاره البيئه جهاز شؤون البيئه بدعم الوزير طارق الملا، يعني اللي هو قول اهتمام جامد جدا بالموضوع. وتم توقيع التعاقد لمشروع معالجه الصرف الصناعي للشركه هنا في الشركه. قد ايه بقى؟
ده استثماراته تعادل 15 مليون دولار. تم التعاقد مليون دولار. هيتم على كذا مرحله الوصول في الاخر لصرف صناعي مطابق لمواصفات جهاز صيانة البيئه. طب هيتم استرجاع جزء منه لتوفير الكميات المستهلكه نفسها من مخزن المياه اللي احنا بنستهلك منه بما يعادل 700 متر مكعب. وعلى فكره ده يعتبر المركب الوسطي كاصعب انترميديت موجود في صناعه البتروكيماويات عموما هو مركب صناعه الفي سي ام. نظرا لوجود زياده الكلور فيه فبتعمل نسبه تاكل عاليه. فبيلزمنا بعمليه الصيانه المستمره الوقائيه بصفه خاصه لاستمراريه اداء المعدة بكفاءه عاليه جدا. ومن ضمن خطتنا ان احنا نحافظ على وحدات معدل الصرف الصناعي وعمليه الحلو والتجديد والتجديد وعمليه الصيانه الوقائيه بصفه مستمره. مصنع اللي ورانا ده مصنع ايه بقى؟ ده مصنع البي في سي ماده البولي فاينايل كلورايد، دي الماده الخام للبلاستيك. تمام؟ ده مصنع المنتج النهائي في شركتنا. كويس. وصف المصنع ببساطه، الوحده الرئيسيه وحده المفاعلات. عندنا ايه في وحده المفاعلات دي؟ وحده المفاعلات دي بيتم فيها تفاعل البلمره. كويس. اللي عن طريقه انا بنتج البي في سي. عندك كم مفاعل؟ عندنا اربع مفاعلات، على كل خط فيه اثنين. ونشكر ربنا عملنا توسعات في مفاعل خامس بيركب ان شاء الله على الخط الاولاني، وان شاء الله برضه في مفاعل سادس هيركب ان شاء الله. الطاقه الانتاجيه بتاع الاربعه منين؟ الاربعه الاولانيين طاقتهم 80,000 طن في السنه. كويس. تمام. المفاعل الجديد؟ الجديد برضه 20,000. يعني نوصل بالطاقه الانتاجيه ال 100، ولما ربنا يوفقنا ان شاء الله مع السادس يبقى طاقه المصنع بالكامل 120,000 طن في السنه. انت بقالك قد ايه في المصنع؟ انا من 87. من 87؟ اه. ما شاء الله. يعني بقالك كده يعني 35 سنة. اختلف السنة الأخرانية اختلفت؟ اختلفت كتير طبعا. ازاي؟ يعني اختلفت طبعا، حصل تطوير في المباني، في معدات كتيرة، الاكستنشن اللي بيتم دوت واخد بال حضرتك. برضو حدثنا نظام التحكم. كان عندنا برضو نظام يعني بدائي شوية حدثناه الدي سي اس. طبعا ده سهل للناس انها تتحكم في البلانت، انه يشوف كل حاجة قدامه كويسة، يتصرف، يلحق لو في مشاكل يعني. فطبعا أفضل. مستوى العمالة هنا اتحسن؟ اتحسن طبعا، لان في دورات تدريبية الحمد لله، وباستمرار يعني بنعمل تدريب للناس، بيطلعوا دورات، واخد بال حضرتك، واي حد بيجي لازم بيتعلم ويتدرب. الشركة هنا كانت معرضة للتصفية. تمام. كان ده عامل لكم مشكلة؟ طبعا كنا متضايقين وزعلانين. بس نشكر ربنا طبعا بفضل توجيهات القيادة السياسية والوزارة، وحاليا رئيس الشركة مهندس احمد يعني وقفوا وقفه جامده وعملوا دعم للناس، والامانه برضو صرفهم كل اللي طلبناه يعني على مستوى المصانع. فدي كانت ميزه طبعا ونقله ثانيه خالص. حسن موقف الشركه. حسن موقف الشركه. طبعا طبعا. والروح المعنويه للعمال؟ كلها طبعا زادت جدا، وخصوصا لما جانا الوزير. الوزير المهندس طارق الملا جانا في شهر مايو وشاف التوسعات وشاف الحاجات الجميله دي طبعا واشاد بيها. برضه الوزير الصناعه اشاد بشركتنا بالمنتج بتاعنا اللي هو مطلوب في السوق. جايز ما بيغطيش السوق ولكن الكواليتي ممتازه وبنصدر كدعم طبعا لل بتصدروا فين بقى دلوقتي؟ تركيا وفي اوروبا طبعا. والله؟ بنصدر يعني تصدير قائم؟ قائم حسب الطلبيات. يعني ممكن ساعات بنلاقي فتره السوق يعني فيه ركود شويه، ولكن للامانه بنصدر. بتصدر؟ طبعا بنساهم في دعم اقتصاد مصر يعني. والسوق المحلي بيسحب كميات كبيره جدا. جدا يعني. طبعا مع المشاريع الجديده والطلب على البي في سي هو ده اللي فارق معانا يعني الامانه. فارق معاكم كتير. طبعا طبعا، بالاضافه لارتفاع الاسعار فبرضه بنحقق مكاسب ماليه للشركه. انت هنا ب 35 سنه. تمام. هل دي افضل سنوات الشركه؟ افضل من حيث ايه؟ مكاسب. افضل في كل حاجه. لا احنا طبعا البدايه كانت قويه. كان لسه الشركه جديده، المصانع جديده، في بس يعني فتره تقادمت، بس بعد كده جينا حصل دروب جامد وحصل تقادم. واخد بال حضرتك؟ فكان لازم التطوير يعني. بس فدي طبعا افضل سنوات. خطه التطوير انعملت هنا من المصنع طبعا. طبعا. يعني بعقول مصريه بنفس الكفاءات طبعا. كان من الاول، بس طبعا بدوا بمصنع الكلور عشان ده البدايه، مصنع الفي سي ام كمصنع وسيط، وبعدين احنا كفي في سي كمصنع منتج نهائي. انت هنا طموحاتكم ايه؟ طموحاتنا ان احنا نعمل اكستنشن، يكون في خطوط انتاج زياده، نزود الطاقه الانتاجيه، يعني بدل ما مثلا توصل 120 مع السادس تبقى 240,000. تمام حضرتك؟ طامحين لهذا؟ ان شاء الله ان شاء الله. الخطط بتقول كده؟ ان شاء الله. مبدئيا الاثنين مفاعل دول هيوصلونا ل 120,000.
يعني الخامس اللي موجود هيوصلنا ل 100,000، السادس 120. بعد كده نعمل ان شاء الله خطوط انتاج جديده متوسعات بحيث توصل الطاقه الانتاجيه 240,000 طن في السنه. هنا بقى الاشتراطات البيئيه اخبارها ايه؟ لا ما احنا ماشيين كله حسب الاشتراطات البيئيه. ايه؟ اه لا لا، هنا الامن الصناعي عمل منظومه جميله، واخد بال حضرتك، ومركبين اجهزه في الديتكتورز اي حاجه عشان اي ليكج او تسريبات في البلانت، فتمام. حتى بيقول لك بتوع البيئه وبيشوفوا وبتاع، ما حدش طلع اي كومنت. بس انت هنا لما بتقعد كده مع نفسك وتسرح في ماضي الشركه وحاضر الشركه ومستقبل الشركه بتقول ايه؟ لا بقول نشكر ربنا على اللي حصل، طبعا نعمه كبيره، نقله نقله كبيره، ولو لها ما كانتش الشركه هتستمر. طبعا عشان بلدنا دي قبل كل شيء، عشان برضو الناس اللي موجودين، عشان الاجيال اللي طالعه، وده فخر لبلدنا. يعني انت نسبه شباب عندكم قد ايه في الشركه؟ نسبه كبيره، وبالتالي الفتح ده يعني طبعا بيفرق كتير. اه يفرق معاهم كتير. احنا برضو في ناس سننا كبر وطالعين معاشات، فبتخش بقى الشباب يعني، فدي حاجه كويسه. هم نفسهم بيبقوا مبسوطين لما بيلاقي مشاريع جديده ووضع جديد، طبعا يعني هو بالنسبه له مبسوط. هو ده بقى ده البلانت حضرتك من الاول هنا. دي وحده المفاعلات الرئيسيه. الاربعه اللي ورا دول. اه. كده دي منطقه اسمها منطقه العجينه. العجينه. العجينه بينزل بعد ما المفاعل بيخلص الشحنه بتاعته، بعمل استرجاع للعجينه دي لو فيها غازات ما تحولتش. تمام؟ بعد كده تخش على البرج اللي قدام حضرتك ده. اسمه برج النزع او التكريد. بيجرد العجينه دهيت من اي متبقي من الفي سي ام المونومر. بعدين يروح في تنكات بنسميها تنكات الخلط. دي اللي قدام حضرتك دول. على كل خط برضو في تنكين، بيبقى في تنك للمنتج المطابق وتنك للمنتج اللي هو غير مطابق. طبعا الصدى بالنسبه لك نغم. طبعا. ها؟ متعايشين معاه. بيتعايش معاه. وطول ما هي شغاله الحمد لله يا رب. الدنيا مبسوطه. بسالك بقى، هو وانتوا بتحملوا الاكياس البيضه دي هي جواها ايه بالظبط؟ دي فيها المنتج الرئيسي بتاع الشركه، المنتج الرئيسي 67 اللي هو ايه؟ كي 67 كي سي كي 67. اه تمام. ده ان شاء الله احنا واخدين رخصه عالميه جودش الامريكيه، بانتاج رخصه عالميه الامريكيه جودش الامريكيه، بانتاج الكي 67 و70 و61 و57. يعني احنا شغالين اربع فئات اللي هو كي 67. ده الرئيسي اللي احنا شغالين بيه دلوقتي، كي 67 اللي احنا شغالين بيه دلوقتي، و70 و61 و57. احنا بنشتغل كي 70. ايه بقى لغز كي 67؟ ايه بقى لغز الكي 67 ده؟ ده بيخش في منتجات مواسير البلاستيك اللي هي الاتجاه الدوله، احنا عايزين نشتغل في 67. فاتجاهات 67 باعتبار انها بتلبي حاجه المشروعات اللي موجوده. تمام مظبوط. بين التحتيه بتاعت المشروعات الموجوده، حياه كريمه، حياه كريمه، المدن الجديده. تمام. العواصم الجديده. فاحنا اتجهنا ان احنا وده كان بيستورد؟ كان بيستورد. دلوقتي بيطلع من هنا؟ بيطلع من هنا. واحنا ان شاء الله في توسعات، احنا دلوقتي بننتج 80. بتنتجوا 80 ان شاء الله طن سنويا. ان شاء الله في مستقبلين بنعمل بولي خامس، احنا عندنا اربع بولي، بولي خامس داخل الخطه ان شاء الله على شهر 4/5 عشان يوصلك 120,000. هيوصل لي اول 100، وان شاء الله في واحد سادس هيوصل لي 120,000 سنويا. ده عامل ايه في الشركه؟ منتعش الشركه؟ طبعا الحمد لله. دي كانت واقعه. دي كانت ضايعه. بفضل الله رب العالمين احنا عملنا عمره كبيره جدا. غيرنا كل الديزاين بتاع الشركه. حضرتك لما كنا لفيت في البي بي سي، في لفيت في البي سي ام، احنا عملنا توسعات، عملنا احلاء وتجديد للمصنع كله. المهم البشر، البشر اخبارهم ايه؟ البشر متدربين على اعلى مستوى. تدريب على اعلى مستوى. تدريب على اعلى مستوى. تمام. وبناخد دورات دورات على طول على طول يعني مستمره. كامل صناعي، دورات تنميه مهاريه. طب ما تيجي نروح الدوره اللي شغاله دي. احنا هنا في معمل المنتج النهائي، معمل منتج البي في سي الريزن الباودر. المنتج ده بيبقى بيغطي جزء كبير جدا من السوق المحلي وبيطلع للتصدير بره، فلازم المنتج اللي يطلع سواء للسوق المحلي او التصدير يكون بمواصفه عالميه مقبوله. عشان كده المعمل هنا حصل على شهاده الاي بي 17025 اللي هي شهاده اعتماد دولي بجوده نتائج المعمل، وليس يعني بجوده النتائج وثقه في النتائج اللي بيطلعها المعمل. ويمكن احنا من اوائل المعامل قطاع البترول كله اللي حصلنا على هذه الشهاده، علشان نضمن ان المنتج اللي بيطلع تصدير بره يليق باسم مصر، يليق بيشرف باسم. اللي بيحصل هنا هو المعمل ده كله اختبارات فيزيائيه، اختبارات فيزيائيه للمعمل، معمل المنتج، معمل هنا اللي اسمه المعمل الفيزيائي. بنشوفوا جوده المنتج من ناحيه الاي بي دي بتاعته، الكثافه بتاعته، من ناحيه المساميه بتاعته، بيكون حجمه في الافرج اللي هي موجوده
في المواصفه بتاعتها. احنا هنا بنستخدم ابديت على طول احدث مواصفات امريكيه ESTM، على طول عندنا ابديت لاحدث المواصفات، عشان كده المعمل ده معتمد. والاجهزه عندنا ما شاء الله على طول، يعني الشركه ما بتاخرش علينا في اي حاجه، على طول ابديت بتبقى اجهزه محدثه. يعني يمكن احنا تجاربنا بسيطه ولكن اجهزتنا كلها تعتبر اجهزه مقبوله على الاس تي ام اللي هي المواصفات الستاندر الخارجي. والشهاده بتاعتنا معترف بها معتمد بها في اي اسواق تصدير او في السوق المحلي. محطه الكهرباء بتتكون من تربينتين غازيتين وتربينه بخاريه بتعمل بنظام الدوره المركبه. تم انشاء المرحله الاولى من المحطه سنه 83 بانشاء التربينه الغازيه جي تي 9 من انتاج شركه بي سي السويسريه، وغلايه لاسترجاع الغازات او عوادم غازات التربينه الغازيه لتوليد البخار وتشغيل التربينه البخاريه، وكان ده لتغذيه مصانع شركه البتروكيماويات اللي بدات عملها سنه 87. في سنه 2000 تم التوسع في المحطه بانشاء او باضافه تربينه اخرى غازيه من انتاج شركه ABB اللي هي التربينه جي تي 8 سي بقدره توليد 42 ميجا وات، واضفنا غلايه لاسترجاع عوادم الغازات التربينه الغازيه ايضا من انتاج شركه سي ام اي البلجيكيه. وبكده تكون القدره الانتاجيه للشركه حوالي 100 للمحطه حوالي 105 ميجا وات لكل ساعه. واحنا الخطه السنويه لينا او القدره الانتاجيه في السنه لينا حوالي 600,000 ميجا وات ساعه، بتستهلك شركه البتروكيماويات منهم 300,000 ميجا وات ساعه، وبتستهلك شركه سيدي كرير البتروكيماويات الشركه الشقيقه المجاوره 200,000 ميجا وات ساعه، وبتستهلك شركه جاسكو 100,000 ميجا وات ساعه سنويا. نظام الدوره المركبه بيعمل على رفع كفاءة المنظومة وتقليل استهلاك الغازات، واحنا بنرفع كفاءة المنظومة بشكل كبير جدا. وكمان عندنا توافقا مع مؤتمر المناخ واللي حدث، عندنا وحدات لقياسات الانبعاثات على التربينات الغازية وبنراقبها بشكل مباشر وبشكل مستمر. احنا هنا بنتبع احدث معايير الصيانة، بنتبه طبعا مع الشركة المصنعة للتربينات، شركة عالمية بتيجي تعمل لنا صيانات في مواعيدها الدورية، عشان كده احنا نقدر نحافظ على التربينات بالصوره اللي حضرتك شايفها كده برغم التقادم وكده، الا ان احنا بنحدث دايما، بنسعى للتطوير المستمر والتحديث. عملنا ابجريد للتربينه جي تي 9، وصلنا لاحدث المعايير العالميه حاليا، والتربينه اللي ورايا دي دلوقتي التربينه جي تي 8 سي لسه معمول لها عمره شامله، شملت حاجات كتيره في الاجزاء الاساسيه بالاضافه للعمر الجسيمه العاديه اللي هي المتوقعه لها في مواعيدها. بنعمل الكلام ده عشان دايما نقدر نامن الشركات الشقيقه من الكهرباء، ونامن طبعا شركتنا بالطاقة في أي وقت طبعا.